مرحبا بكم في مختبر المعالجات طلاب المرحلة الثالثة في قسم هندسة الإلكترونيك. اليوم سوف نتناول التجربة السادسة في مختبر المعالجات، ونتناول موضوع الماكرو أسمبلر الماسم. طبعا أنا عندي نظام تشغيل ويندوز 10، لذلك سوف لن أستطيع أن أستخدم الديبوغر لأنه موجود في السيستم. راح أستخدم الدوز بوكس، ولغرض الوصول إلى الدرايف المطلوب سوف نكتب mount c.n/ ثم enter. الآن c.n، الآن دخلت على المجلد c. طبعا أنا منصب عندي الماسم في c مباشرة، فبهذه الطريقة راح أدخل على الماسم، على هذاك الفولدر الماسم، من خلال chain directory ماسم. الآن أنا بداخل مجلد اللي هو اسمه ماسم. طبعا بما أنه الويندوز الأوبريتنج سيستم اللي عندي هو 64 بت، لذلك الإديتر سوف لا يعمل هنا. يعني إذا كتبت إديت سوف يطلع عندي إيرور ما موجود عندي legal command edit. لذلك أنا مضطر أن أستخدم النوت باد في هذه الحالة كإديتر، أكتب فيه البرنامج ثم أخزنه في الفولدر ماسم، ثم أستدعيه من خلال الدوز بوكس كما سنلاحظ الآن. فإذا نذهب إلى الشيت عندي هاي تجربة، الأوبجكتيف مالها أنه نتعلم عن الماسم وكيفية استخدامه. البروسيجر مثلا في البرنامج الأول راح نكتب برنامج write an assembly program to exchange content of block of memory of 16 bytes. إذا عندي block of memory 16 بايت، العنوان مالها يبدأ بالاس اي مع البلوك ميموري آخر يبدأ العنوان بالدي اي، وسوف نستخدم exchange instruction. لذلك سوف أذهب إلى النوتباد وأبدأ بكتابة البرنامج. طبعا هذه الكودات الموجودة أمامكم هي موجودة في التيمبليت، موجودة عندكم في الكلاس روم. أنا سوف أقوم بكتابة فكرة البرنامج مكان هذه النقاط الثلاثة. جميع البرامج اللي سوف نكتبها سوف يعني تشترك فيها هذه الأوامر، هذه من كوماندز، هذه الإعازات في جميع البرامج اللي عدت، ولذلك هذا سميته الفايل تيمبليت حتى دائما أستدعيه وأستخدمه بشكل مباشر. الآن سوف أقوم بخزن هذا البرنامج سيف أز قبل أن أبدأ بالتغيير حتى هذا التيمبليت لا يتغير. فأنا هسه داخل الماسم بالسي سوف أكتب اسم هذا البرنامج، بما أنه أنا عندي مختبر السادس فإذا راح أكتب 6، وبما أنه عندي البرنامج الأول راح أكتب 1. طبعا لازم أكتب دوت ASM أوكي حتى يتغير الامتداد إلى نوع assembly بدلا text save. الآن أنا خزنت البرنامج باسم 6.1. الآن إذا أجريت تغييراته وخزنته على الملف فأنا سوف لا أؤثر على الملف الأصلي والتيمبليت اللي دائما راح أستخدمه وأحتاجه. الآن سوف أمسح النقاط الثلاثة وأبدأ بكتابة الفكرة. طبعا احنا حتى ننفذ فكرة البرنامج سوف نشرح على السطورة، احنا نحتاج ان نستبدل شريطين ذاكرة، هذا يشار اليه بالسجل SI، وهذا الشريط الذاكرة الاخر يشار اليه بالسجل DI. طبعا حجم كلا الشريطين هو 16 بايت. طبعا راح نستخدم الإعاز exchange، فإذا أنا راح أخلي بالسجل، راح أقوم بعملية تهيئة لمجموعة من السجلات
فإذا المرحلة الأولى هي مرحلة تهيئة، سوف أقوم بتهيئة السجل SI، السجل DI، والسجل CL CX أو حتى ممكن CL. فإذا راح أخلي بال CX قيمة 16 بايت، راح أخلي بال SI قيمة هذه الذاكرة، عادة راح تكون الأوفسيت مع الداتا 1، داتا 1 هي مصفوفة سوف أقوم بتعريفها ووضع المعلومات فيها، وأيضا عندي الدي آي سوف تكون الدي آي كذلك سوف تساوي offset مع الداتا 2 بعد تنفيذ البرنامج باستخدام الاكسشينج. سوف تأتي معلومات الداتا 2 إلى هذا المكان، ومعلومات الداتا 1 سوف تأتي إلى هذا المكان. ممكن نزحفها. المرحلة الأولى هي تهيئة السجلات، تهيئة. المرحلة الثانية هي معالجة الفكرة، والمرحلة الثالثة فحص الشرط الخروج وإنهاء البرنامج. هذه هي فكرة البرمجة في المختبر المعالجات بشكل عام، أنه نهيئ السجلات المطلوبة التي سوف تستخدم في داخل البرنامج في داخل المعالجة، ثم معالجة الفكرة حسب ما هو مطلوب في منطوق السؤال، وبعد إتمام المعالجة نشوف مثلا العداد أو شرط الخروج من اللوب من المعالجة. إذا تحقق الشرط سوف ننهي البرنامج. طبعا الآن نقوم بكتابة البرنامج. في البداية سوف نكتب مجموعة الإعازات التي تخص تهيئة البرنامج، مثلا move. نحن سوف نستخدم سجلات مثلا العداد CX، نعطيه 16، ثم move إلى SI. نريد الآن أن نشير إلى بداية الداتا، المعلومات التي تخص هذا الموقع الذاكرة الأول، فنختار offset للداتا 1، الأوفسيت للداتا 2. طبعا في نهاية البرنامج سوف نقوم بتعريف داتا 1 define byte بمقدار 16 مرة، ودوبلكيت سوف نعيد القيمة. سوف نكرر المقدار القيمة مثلا اي 1، ونكتب صفر قبل الحرف، ونكتب h للدلالة على انه هذا هيكسم، ثم نعرف الداتا 2 define byte 16، ونكرر القيمة لهذه المواقع، نختار مثلا b2. الآن نعود إلى البرنامج ونستكمل باقي الإعازات. الآن نكتب مثلا ممكن أيضا نصفر الـ XOR بالـ AL مع الـ AL. الآن تبدأ المعالجة، التهيئة تمت، تم تهيئة البرنامج. الآن نبدأ المعالجة. المعالجة مطلوب من السؤال أن نقوم باستخدام إعازة Exchange لكي نبادل موقعي الذاكرة. فإذا نقول Exchange الـ AL مع موقع الذاكرة الأول SI، ثم Exchange للـ AL مع موقع الذاكرة الثاني، مع موقع الذاكرة للشريط الثاني أقصد.
والآن exchange من AL مع الشريط الأول بهذه الإعازات الثلاثة exchange تمت المعالجة حسب مطلوب في السؤال. الآن سوف أستكمل باقي البرنامج وأكتب increment SI حتى أنتقل إلى الموقع الثاني للذاكرة، ثم increment DI حتى أنتقل للموقع الثاني في الشريط الثاني من الذاكرة، ثم أقوم بتشيك فحص اللوب، فحص سجل الأعداد decrement CX انقصه مرة، ثم jump node 0 هذا قفز شرط، الأعداد لا يساوي صفرًا سوف يقفز إلى النكست. وفي حالة أنه CX يساوي صفر سوف لا يقفز، فهنا سوف ينتهي البرنامج. طبعاً النكست هي في بداية يعني بداية المعالجة، فهنا تبدأ المعالجة في هذا الإكستشينج، ولذلك نضع النكست هنا. الآن البرنامج أصبح جاهز، هذه تمثل تهيئة البرنامج، هذه تمثل معالجة البرنامج، هذه تمثل عملية الإنهاء والتي هي الانتقال إلى الموقع الثاني لشريطي الذاكرة، وهنا إنقاص العداد، وهنا فحص العداد في حالة أنه لا يصفر يذهب إلى بداية المعالجة، وفي حالة أنه صفر سوف يتوقف البرنامج بالهبط. الآن نخزن البرنامج Save. الآن نذهب إلى الماسم ونطبق ما مطلوب لنا في الشيت، وهو Compile your program using Masm. مطلوب Masm، اسم البرنامج هو 61.asm. Enter. نلاحظ عدم وجود Warning Errors أو Severe Errors. الآن نقول له link 61.obj. الآن نقوم بتنفيذ البرنامج execute your program under DOS then debug the program by the DOS debugger and fix your results. الآن سوف نقوم بتنفيذ البرنامج as debug. لكي ننفذ 61.exe ونستخرج النتائج. الآن البرنامج يبدأ في الموقع 100 كما تلاحظ هنا، لذلك سوف نقول يو 100. انت لاحظ هذا البرنامج هو نفسه البرنامج الذي أنا كتبته هنا. يو مرة ثانية نلاحظ أن البرنامج ينتهي في 1.1 إيه، ونلاحظ أن داتا 1 التي هي تمثل أي 1 نلاحظ أنها ألحقت مباشرة بعد الهالت، فإذا تبدأ في موقع 1.1F وتنتهي في موقع 1.2E. نلاحظ داتا 2 أيضا ألحقت مباشرة بعد الداتا 1 بمقدار 16 بايت. الآن بعد تنفيذ البرنامج من خلال عاز G يساوي 100 وحتى 1.1، لاحظ ال F4 هولت تنتهي بالـ1.1E. انتر. الآن نقوم بعرض المعلومات dump في الكود سيجمنت في الموقع الـ1.1F. نلاحظ أن المعلومات تم استبدالها، تم التبادل بين الموقع الـ1.1F بمقدار 16 بايت و 1.1 2E، لاحظ مقدار 16 بايت.